مصريين يتعلموا اللغة المصرية القديمة؟ لأنه أحيانا بنرى أنه حتى في الأبحاث أنه تم الاعتماد مثلا على الترجمة من اللغة المصرية القديمة، الباحث الفلاني من فرنسا، الباحث الفلاني من إيطاليا، من ألمانيا، هل يوجد مصريين في يتعلموا؟ مصريين، يعني انا واحد من زمايلي اللي انا بعزهم جدا وتعلمت منه رامي سمير، هو اصلا بيتكلم 7 8 لغات وعمل ماجستير والدكتوراه، بيثبت ان اول لغه على وجه الارض هي اللغه المصريه اللي اشتقت منها اللغات التانية كلها. يعني اشتقت منها اللغات التانية. يعني مثلا هدي لحضرتك مثال صغير.